عفوا أرجع إلى موضوع الرسائل، لابد من ذكر نقطة مهمة. فنعرف أن الرسائل حتى تصل إلى الطرفين أو الجناحين ليس كما الآن في ثانية تكتب رسالة ويجي الرد مباشرة. أحيانا رسالة واحدة تستمر ممكن سنة كاملة حتى تصل، تنتقل من مكان إلى مكان. مثلا هناك شخص معروف في كتب التاريخ أو الكتب المتأخرة بحاج أحمد العماني، هكذا هو من بني بنورة من قرى وادي ميزاب، كان كثير التنقل من وادي ميزاب إلى عمان، وكان كثير ما يستعين به قطب الأئمة في يعني إرسال رسائل أو كتب إلى عمان والعكس. حتى عرف في الكتب العمانية هنا الحاج أحمد العماني. هذا الرجل كان كثير يحمل رسائل، أحيانا رسالة يصير شقة الأئمة تمر على زنجبار حتى تصل إلى عمان، ما فيش من يذهب إلى مثلا من جزائر إلى عمان فيضطر يرسلها إلى زنجبار، ثم من زنجبار ترجع تنتقل إلى عمان أو عن طريق الحج أو غير ذلك. وملائكة صبروا، وفعلا بعض الرسائل يعني طلعت عليها دامت في الطريق، يعني من وقت التي أرسلها قطب إلى الشيخ السالمي أو غيرهم 4 أشهر حتى تصل. المهم تصل. إذن هذه الرغبة، هذه الحماسة، هذه مش على القوة، وهذا الصبر أين نحن منه في عصر الكمبيوتر والواتساب وغير ذلك من الوسائل المتطورة؟ فنعجز نحن أن نكتب سطرين أو 3.